سالم عمر سالم، مدير إدارة التسويق والمبيعات بهيئة الشارقة للكتاب. طبعا إن شاء الله بعد دقائق بسيطة إن شاء الله سوف يكون افتتاح معرض سوف يكون افتتاح مبنى هيئة الشارقة للكتاب الجديد. هذا المبنى الذي سوف يمثل صرح أساسي أو ثقافي لكل الحالمين، لكل العاملين في مجال النشر. مجال النشر كبير جدا، أتينا هنا لكي نساعد جميع الناشرين من خلال توفير كل التسهيلات المتطلبة لهم. الناشرين عندما تكلم عن الناشرين، الناشرين هم العرب، الناشرين الأجانب، الناشرين الدوليين، الناشرين الذين يحلمون أن يصلون للجانب الآخر من العالم. هذا هو مقرهم الأساسي إن شاء الله، من خلال الخدمات التي سوف نقدمها، من خلال التسهيلات التي تقدمها هيئة الشارقة للكتاب في هذا المكان الذي يعتبر صرح أساسي أو كبير في عالم النشر. نحن نرى المؤشرات الآن هي في تصاعد كبير، المؤشرات الإيجابية لعالم النشر في الوطن العربي. هيئة الشارقة للكتاب تدعم هذا الجانب. الناشرين العرب متواجدين بشكل كبير في هيئة الشارقة للكتاب وفي معرض الشارقة الدولي للكتاب. الناشر العربي يريد الالتقاء بالناشر الأجنبي، والناشر الأجنبي أيضا يريد الالتقاء بالناشر العربي لما تحتوي الكتب العربية من محتوى كبير وغني بالمعرفة. هذا الجانب استغلته هيئة الشارقة للكتاب لكي توفر المنصة الأساسية لهم من خلال اجتماعاتهم التي سوف تكون على مدار 365 يوم في السنة. هذا الجانب الأساسي لهيئة الشارقة للكتاب. مدينة الشارقة للنشر هي أيضا من المشاريع الكبيرة التي سوف تكون من هيئة الشارقة للكتاب. هذه المدينة هي أول مدينة أو أول منطقة حرة في العالم في النشر. أنزل. مدينة الشارقة للنشر هي أول مدينة أو أول منطقة حرة في العالم متخصصة فقط في النشر. هذا إنجاز كبير بحد ذاته للشارقة التي تعتبر أساس الثقافة في الوطن العربي. نعم، وبجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حمد القاسمي وبرؤيته السديدة في نقل صورة الشارقة لمستوى العالم. الشارقة هي أساس الثقافة في الوطن العربي، لهذا السبب اختيرت من قبل منظمة اليونسكو بأن تكون عاصمة الكتاب العالمية في عام 2019. هذه الصورة بالنسبة لنا كمنظمين أو كأعضاء لا ليست عادية، هذه مفرحة لنا. هذا يعبر عن إنجاز أو العمل الدؤوب الذي يحرص عليه فريق عمل هيئة الشارقة للكتاب. يريد يرى النتائج، النتائج آنية الحمد لله، العدد كبير. إن شاء الله سوف نحاول قدر الإمكان نستوعب الأعداد الكبير الآتية في خلال النص ساعة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا. إن شاء الله في الأيام المقبلة عندنا معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي سوف ينطلق من 1 إلى 11 نوفمبر. أدعو الجميع للاستفادة من كافة التسهيلات أو كافة الخدمات التي يقدمها هذا المعرض، من تواجد دور النشر، من تواجد الفعاليات وورش العمل، من الكتاب ومن النجوم الذين يسطعون في عالم الثقافة وعالم النشر.
جمال.